هات نبدا بالتصويره نتاع الزيادات. انت ما قديمه تقول باين خليه في الاخر نختموا به مسك الختام. اي فما تصويره داولوها معناها لي زانترنوت وهي قرار الزياده في سعر السكر. احنا تحدثنا في تزيد العيشه تحلى باغ اكزومبل. لا مش يزيدوا في السكر في سعر السكر. اي باش تزيد كل ما تحلي حويجه بالسكر تتفكر السوم معناها تحس الطعم الحلاوه. المهم بغض النظر على التفاصيل معناها قداش القيمه نتاع الزياده البريود الفتره هذه المؤخره مؤخرا الناس الكل معناها كل حاجه فيها زياده. هم التعديل في المحروقات قاعدين يزيدوا. في الماء قال لك فما مشكله معناها والماء يتباع باقل من السوم الحقيقي هم زادوا. ولترشيد الاستهلاك. ولترشيد الاستهلاك. مع الماء. النقل قال لك شركات النقل مفلسه قاعدين يزيدوا. السكر القهاوي. يعني السكر حفاظا على صحة المواطن التونسي باش ينقص من الاستهلاك زاد حتى هو. معناها قداش منه المواطن مسكين معناها والله. ولا ومن ناحية أخرى تحكي على هدنة اجتماعية وتجميد الأجور وما فماش زيادات والحد من الانتدابات. أي قداش منه المواطن معناها يا رسول الله معناها تو الواحد حتى قهوة شعبية ما عادش باش يخلط معناها باش يعمل قهوة في بلاصة شعبية معناها مرفقة خاطر أنت تعرف كيما تزيد في السكر كل شيء مش يزيد تزيد في النقل. ما هو كل شيء مش يزيد يقول لك اني رانا هزيت لك السلعه هذيك من بلاد لبلاد راهي مش هي مون ماشيين بينا معناها. هل معناها لا يزيد دينار طاح قدره تعويم الدينار وشو ما عاد يجيب حتى شيء مقابل اليورو والدولار لا يزي القدره الشرائيه تعبه لا تزيد نيتي في الاسعار هذه معناها شو نقول معناها إيه والله انا مش نولي نتسائل الى متى وقتاش معناها مش يطول صبرنا على الناس هذوما بالحق والله معناها وقتاش نصبر عليهم هذوما كل تفيق على زياده 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 اخي ما عندهمش هذوما محللين معناها اجتماعيين ولا مش اجتماعي يقولوا لهم راهو الاوضاع ما تسمحش راهو هذا ينجم يزل الاحتقان راهو الوضع ما يبشر حتى بامل مانيش فاهم الناس هذوما كيفاش قاعدين يتصرفوا يا سنه الزيادات هذه. ورجعنا لك المثل الشعبي اللي قالوا التوانسه زيدوا ما زال يتنفس معناها قداش منه المواطن يمشيوا للناس اللي عندها فلوس الناس اللي متهربه ضريبيا الناس اللي قاعده تربح ما هيش تخلص لا في الضرائب نتاعها لا تقوم بواجبها الجبائي مشيوا للناس هذوما اللي بيست دخلوا السوق الموازية السوداء في السوق الرسمية معناها في الاقتصاد الرسمي في جيل المواطن والشهار معناها تثقل له كاهله ايش مش يعمل مسكين هذا